عود على بدء جبل محسن وباب التباني، معركة جديدة خاطفة تضاف إلى سجل الحافل بالمعارك والرصاص بين المنطقتين المتقابلتين المتخاصمتين. تتعدد أسباب اشتعالها والنتيجة واحدة، الرصاص ينهمر والضحايا تسقط من الجهتين، والهدنة دائما هي الملاذ المقدر، هدنة لا تجلب سوى مزيد من الحذر والترقب لمعركة تالية آتية لا محالة. فهنا لا حل دائم ولا معركة دائمة، هنا خصومة تتغذى يوميا وتقترب من العداء الدائم، وخطوط تماس لا تزال ماثلة في مكانها. مين على الفطور؟ ما لنا على واس والقذيفة شو تنزل علينا منين؟ مصدرها فيلا الإرهاب عند رفعت أيدي. امبارح قبل الإفطار صار في مشكل بالبقار، مشكل فردي عادي بسيط، فأهل جبل محسن جن جنونهم وصبوا كل جن غضبهم على مدينة ربوف بالقذيفة الصاروخية والمدافع الرشاشي، ولا حسيب ولا رقيب. للأسف الشديد أن الدولة ما تدخلت الدولة. في المقابل رواية الجبل مغايرة تماما، يقول المسؤول الإعلامي في الحزب العربي الديمقراطي أن عناصر من الجيش الحر الذين لجأوا إلى التبانة هم من افتعل معركة الأمس. ما عندنا أدنى شك نهائيا أنه أهلنا بباب التبانة أو بطرابلس يريدون المشكل مع جبل محسن نهائيا، ولكن العصابات المسلحة الذي أتت والبعض منهم كان مصابا وأتى إلى دار الزهراء ودار الشفاء في أبو سمرة للعلاج وأتوا إلى منطقة باب التباني هم من افتعلوا المشكل. الحركة على نقاط التماس في ساعات ما بعد المعركة في الحارة البرانية وسوق القمح وسوق الخضار بدت شبه معدومة، فغاب التجار عن محالهم ليسود الحذر والترقب المكان. لو عرفكم جايين ما شلنا هالشغلات للمخلفات الحرب اللي كانت موجودة هون بالأرض، لكن كلها عم كنسع عم ننظفها، لانه مريد السلام ما مريد نحن الحرب، مريد هالشغلات كلها اللي عم تحصل. والاطفال سر الكبار، يقلدونهم حتى في حمل السلاح الذي صنعوه من الخشب. العبوس. انت مش بالمدرسه؟ بلا بالمدرسه. وليش بتحب تحمل بارودين؟ عشان اوسع جبل. جبل محسن. ليه؟ ما عندك رفعه انت من حد تكون هون بالجبل؟ ما عندي ولا رفعه من فوق. حصيلة النهار الطرابلسي 28 جريحا توزعوا على مستشفيات المنطقة، فيما أحكم الجيش قبضته على المنطقة مسيرا دوريات مؤللة وراجلة. جبل محسن وباب التباني، القصة التي لا تنتهي، قصة توتر دائم حدها الفاصل سوريا، فعين التباني على المعارضة السورية وعين الجبل على النظام السوري. لمن ستميل الكفة؟ الجميع ينتظر وسط أجواء ترقب وحذر وأصوات نيران متقطعة. من شارع سوريا الفاصل ما بين جبل محسن وباب التباني، رامز القاضي، قناة الجديد.